الفيزازي يزلزلها من حق الرابور مسلم أن ينكح مثنى وثلاثا ورباعا، وفيسبوكيون يسخرون منها. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا، هيا بنا. خرج مرة أخرى الشيخ السلفي الفيسبوكي المثير للجدل بعد أن قام بمسح تدوينته الأولى الساخرة من المرأة التي لا ترتدي غطاء الرأس الحجاب ونعتها بيوكا، ليخرج على رواد الفيسبوك ومتتبعي صفحته الرسمية بتدوينة جديدة قال فيها الشيخ السلفي محمد الفيزازي إن مغني الراب محمد المزوري الملقب بمسلم من حقه أن يتزوج مثنى وثلاثا ورباعا كما نص على ذلك الشرع، موجها نقدا لاذيا لمنتقدي الرابور مسلم عقب تأكيد خبر طلاقه وزواجه من الممثلة المغربية أمل صقر. وعلق الفيزازي في تدوينته من حق مغني الراب مسلم أن يتزوج مثنى وثلاثا ورباعا على سنة الله ورسوله إذا كانت له الاستطاعة، هذا شرع الله، ومن لم يعجبه الحال وله القدرة فليمسح الآية التي تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا من كتاب الله. فجاء رد بعض الرواد على نفس الموقع حيث قال أحدهم عجيب أمرك، أكتب الآية من بدايتها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الآية لا علاقة لها بالتعدد، بل من لديه يتامى يخاف عليهم من عدم الإقساط، يعني من شروط التعدد وجود ما سبق إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وليس العكس. أما في تعليق آخر قال أحدهم معلوم يعجبك الحال، كنت كتلعب غاب بوحدك في القسم الممتاز، دابا طنجة غيولي عندها الدربي تاهية. أما في منشور آخر فعلق دا ملك الألق يا شيخ، واش حنا غنعرفو حسن منك. فيما رد أحدهم تخصق راسك أسي متبوعة بنقاط وحرف الباء. ثم قالت أحد الفتيات معلقة توقعت ذلك، توقعت أنك لن تستطيع الوقوف أمام سعادة أمل صقر. شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.